المود ديال الضحك. سخفاتني. شو جامد بوك المود ديال بوك والمر ديالك يلا صافي امي. تنعلم فيها على الوفاة ديال بنتي هبة. بنتي مسكينة عانت من المرض. صباح النور والسرور والغزالات ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. انتظروني في بلوج جديد مع شعيبي. المود ديال الضحك. المود ديال الضحك. الغزالات ديالي شحالو بيو في الفلوغات اليوم. درت فلوغ خفيف ظريف. المهم ما نقدرش نقول لكم كي غنحطوا لحقات. انا ما عارفاش كيف يكون عندي الوقت ندير المونتاج. المهم المود ديال الضحك مع التايميه. المود ديال الضحك عرفت فكرتني بدوك الايام مني كنت حامله وجات عندي ودوك الفلوغات ديال مني كنت حامله. يا سلام نفس ما نقولش لكم. المهم الغزالات ديالي رجعنا دابا للدار. المهم هنايا ماما طوات ليا شبكه ديال الحوايج. شكرا اختي على الطويان. واخا ما عجبكش باش ما تعرفيش الطوي. وليت انا ما تنعرفش نطوي يا اختي. الطوي الطويل ماشي هو الطويل ديالي. انا راه تنطوي تنحط في الماريو داكشي مطوي مقاد. انا اختي تنطوي على 6 انا تنطوي على 2. انا اختي داكشي اللي تعلمت. ايوا سي ما قلنا لك والو. الماريو باش اختي ديال المغرب ماشي هو ديال الله المها. كحلت مع ماما. عييت يا امي عرفت اليوم عييت. ندير شويه ديال العكيره. جوليا خصني ندير مكياج لوجه. غنضرب لي واحد شويه قدام الناس. هنايا قدام الناس نتعكر ويلي الحشومه. مكاينش حشومه في هذا الشيء. مكاينش حشومه. انا راه انفلونسر امي. عرفتي شنو انا يوتوبوز. امي مسكينه. وامي ما قلتي لنا عجبك اليوم الحال؟ سخفاتني. سخفتك؟ سخفت. باش ندير لك فيلتر. عرفتي بلا فيلتر. بلا فيلتر. زيغ هذاك الشيسه تكون دايرين ديك اللعبه على التليفون. على التليفون. شي تنبانو زوينين. شو دابا انا بلا فيلتر كي تنبان؟ شتيكم شو دابا بالفيلتر؟ شتي؟ ندير لك دابا تي الفيلتر. شي كي تتباني بفلتر زوينه. جبد ديك الوجه ما بقاش فيك تجاعيد. ايوا حنا غنشوف. قال لي درت لك رفيسه بويا. قال لي في حال كي تبان حنا غادي نقعدو نضربو نديرو حتى حنا هذا الشيء. ايوا اختي راه عطيتك الكريمات الزوينين ديال الوجه. يلاه ما درتهم بقاو تما تاتي وخدين عنكم. شو ما عليك علاش ما درتيهمش؟ ايوا ما جاتش معوضه من تحت الرجل. شويه ما ولدت مرت خوك. شويه مات بواك. ايوا كيف انت بغا ندير واش شويه مرات تيتي. ايوا انت بغا ندير واش هاد البومادات. وشكون هي الدقه الواعره اللي جات؟ هي المود ديال با. ايوا حاجه ما خلات حق المود ديال باك والمر ديالك. باك تا هو مسكين جاتو خبط زبط ما زينه ما حطيناه. كان تيطلبها الله. يلا صافي امي الله يلعاضي. واخدو مرة كيشوفها مش عيبي. هنا دايره واحد القهوة ديال العشوب. منقولش لكم ما غنبينكش. صافي كوني هانية. دايره واحد القهوة ديال العشوب قهوة بالأعشاب. منقولش لكم. يا سلام. فيها اش فيها امي؟ خوت نجال سكين جبير القرفة البزار هادو هو لي فيهم. وشنو اخر؟ صافي سكين جبير وخوت نجال والقرفة والبزار. انا شهيتكم. هي برداس. اه وظهر فلفل. ظهر فلفل شنو هو؟ ظهر فلفل. قالت لكم ظهر فلفل. شنو هو ظهر فلفل؟ واحد العشبه تكون في راس الحانوت. قالت لكم واحد العشبه تكون في راس الحانوت سميتها ظهر فلفل. ولاطاي اختي كي ولات. المهم شوفوا لاطاي كي ولات. الحمد لله تجمعت وتجمعوا لي جنابي زعما اللي بغي. وانا بكل صراحه باقا صراحه ما وصلتش للوزه اللي بغيت. باقا باغا نزيد نطيح. باقا باغا نزيد. مالك؟ لا 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 ما بقى في نطيح. باقي خاصني نطيح اللي عندكم. باقي خاصني نطيح. باقي باقي هي العرض باقي فيا. المهم باقي غنزيد نطيح. قالت لها بركه باقي من هنا اكتفي على اغلاض من هنا. وباقي عندي شويه الظهر باقي خاصني نزيد. لا 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 من على الاقل واحد 10 كيلو. يا ويلي باقي نزيد 10 كيلو. غزالات ديالي انا والشعيبيه تنتسناو في البيتزا توجد. ياك اختي ماما اليوم غتاكلي بيتزا ديال الطاليان مع الطالياني.
تكون حاره شويه. انا عندي مع الحروره. لا راه غنديروا لك فيها الحرور في الدار، ما كاينش اللي يديرها حاره. نديروه الروس جايه خارجه في الطابليه تتسنى. خارجه في الطابليه. انا الطابليه الفوق وتحت الطابليه الشال، واخا نمشي معرفين. مترزه دايره الشال ودايره الطابليه من الفوق. وانا كيفاش تندير في داري ندير هنا، من بعد هنا فين تنخرج؟ ياك اختي ياك على الدار. ايوا غدا غنخرجوا غنديروا فلوق، غنديروا فلوق. هاتهم وعلى الشرطات ما ضروا مركبي، ما فيهم روماتيز، ما برود، احنا متقلين وما تقاشر. بس تبارك الله الله يعجبك بنيتي. تبركيك ديزا واحد بدا لابسه شورت، قالت لك هي لابسه شورت ما فيها روماتيز، ما فيها والله ما فيهم. امي امي امي. السلام عليكم، معكم اخوكم طهور. دائما كنت تنحط دي فيديو من السهرات اللي كنت تنقوم بها باش ندخل الفرح في القلوب ديالكم، ولكن مع الاسف البارح حطيت فيديو تنعلم فيه على وفاة ديال بنتي هبة رحمها الله. كيف ما تعرفوا بنتي مسكينة عانت من المرض، ولكن الحمد لله، لله ما اعطى ولله ما اخذ، ان لله وان الى راجعون. الله يشافي كل مريض من هذا المنبر، الله يشافيكم جميعا، اللي مريض الله يشافيه. شكرا للمغاربه كلهم اللي ساندوني وقفوا معايا من طنجره للقويره ومن الجاليه المغربيه خارج الوطن. شكرا للميساجات ديالكم اللي صيفطوا ليا والتعزيه ديالكم، واللي ما استطعتش نجاوب عليه من هذا المنبر تنقول لكم كلكم شكرا 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 لكم. شكرا لاخواني الفنانين كاملين، شكرا لكم، وشكرا على الميساجات ديالكم، وانا بدوركم تنقول لكم شكرا لكم، وراني تنجاوب على الميساجات ديالكم. عزاء ونا واحد، لانه هبه اللي ضاعت ليا، فهي ضاعت للمغاربه كاملين، وهذا الشيء بينتوه ليا بالحب ديالكم. فتنسال الله انكم تطلبوا لي الله يرزقني الصبر انا ولا الاسره ديالي، وكلكم كل اللي كان تيحب طهور تنقول لكم اللهم احفظ بلدنا بما حفظت بيدك الحكيم وعلى راسه صاحب الجلاله سيدي محمد السادس نصر الله. هذا اخوكم طهور يحبكم في الله. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.